ازيكم، اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده هشارككم بشويه مشترياتي وهنعمل بيتزا صحيه جدا هتخلينا ناكل خضروات اكتر. ما بحبش كلمه بيتزا دايت، بيتزا صحيه تخلينا ناكل خضروات اكتر، خضار معين انا مش بحبه او مش بعرف اكله ازاي بطريقه صحيه، فبحطه في البيتزا بالطريقه اللي هوريها لكم اخر الفلوج. هشارككم مشتريات الطحينة، طبعا انا ما بستغناش عنها في الحلو والحادق والاعشاب والبهارات عموما لما تلعبوا فيها جامد مع الاكل هتخليكوا تستغنوا عن الاكل بقى المحمر والمقلي وجانك فود، لكن كتروا منها، لعبوا منها. ساعات في اكلات بتحب تبقى بسيطه جدا، اعشاب بسيطه حسب الاكله. جبت جبنه موزاريلا اللي هعمل بيه بيتزا النهارده، كنت عاوزه اجيبها لايت اللي هي قليله الدهون لكن ما لقيتش، لكن مش مشكله عادي. ده بسكوت معمول من الشيا سيد وفلاكس سيد، هجربه واقول لكم اخباره ايه. ده الجوانتي على طول بستخدمه في المواعين للايد الحساسه، بيقعد معايا شهور، بيقعد معايا ممكن 3 4 5 شهور. وعنب، على فكره عنب ده مصري، عنب اسود. وده نكتارين، لو انتوا بتحبوا خوخ ومجربتوش قبل كده النكتارين وعندكم جربوا النكتارين، هتحبوه جدا عن الخوخ، طعمه احلى من الخوخ بكتير، ده رأيي الشخصي لما جربته. جبت معلبات، طماطم، فاصوليا، حمص، لكن طبعا بتأكد ان انا بغسلها كويس مرتين ثلاثة قبل الاستخدام علشان المواد الحافظة اللي فيها في المية، لكن السيل بتبقى اسهل وبتسهل الحياة ان انا اكل صحي اكتر المعلبات دي. وشوكولاتة، وده بنادول طبعا وقت اللزوم بس نادرا ما بستخدمه. شوكولاتة انا ما بخففهاش ولا بقللها، لكن باكلها مرتين، يعني في اسابيع باكلهاش خالص وممكن اكلها على حد اقصى مرتين في الاسبوع، لاني مش برغي حاجة من حياتي علشان امشي صحي، بالعكس انا باكل كل حاجة، وايس كريم كل حاجة باكلها في حياتي، لكن ببقى بسمع لجسمي بعرف انا باكل امتى، ده اللي بقول لكم عليه. نصيحتي لكم النهارده ان انتوا اسمعوا لجسمكم مش لمخكم. لو انتوا حاسين جسمكم مليان دهون يبقى تقللوا الدهون، مليان سكريات وانتوا عارفين اكلت سكريات كتير يبقى تقللوا السكريات، مش على طول، في ايام وايام، يعني الاسبوع تبدلوه يوم ويوم 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 لغايه ما تتعودوا على تقليل الحاجه نفسها وتاكلوها بتوازن، لكن ما ينفعش تلغوا حاجه من حياتكم علشان تقدروا تكملوا وتاكلوا صح. دي سبانخ مجمدة، والسبانخ مجمدة دي ممتازة في السموذي. نصيحتي ليكوا لو ما عندكوش السبانخ اللي انا بستخدمها الصغيرة، استخدموا السبانخ المجمدة، هتديكوا نفس الفايدة والطعم صدقوني. وده بياض بيض انا بستخدمه في حاجات معينة، واكتر بعد ما بعمل رياضة، ما بحبش اكل حاجة فيها دهون بعد الرياضة على طول، بحب حاجة فيها بروتين اكتر. وده حليب الكاجو، هجربه لان انا نفسي اجربه جدا، لكن شكلي ايام الجاية هشربه كتير. فطاري النهاردة هيبقى من طبق فواكه، طبق صيفي حلو فريش مليان، الطبق ده مليان بقى نشويات، مليان فيتامينات، مليان كل حاجة. على فكرة الموزة فيها نشويات اكتر من البطاطا نسبة صغيرة، يبقى انا كده ما قطعتش النشويات وكترت بقى دهون زي ما بعد انظمه ما بتمشي، بتمشي مع بعض الناس، لكن انا جربت امشي على نظام معين بفشل من اول يوم. فانا بحب ان انا اكل كل حاجه في حياتي لكن بتوازن، ان شاء الله مره او مرتين في الاسبوع، لكن مهم ان هي تبقى في حياتي وفي اكلاتي عادي. رشه الليمونه بتعزز فيتامين سي على الصبح، علشان طبعا الفراولة مليانة فيتامين سي، لكن بتدي كمان طعم حلو وبتعزز فيتامين سي فتديني طاقة على الصبح. ورشة القرفة طعمها روعة روعة مع الفاكهة دي، وبتخليني احس ان انا اكلت طبق حاجة حلوة، فشوية بتقلل موضوع ان انا اعوز حاجة حلوة على مدار اليوم، خاصة بالليل لو بعوز شوكولاتة او حاجة. ورشة جوز الهند، وانا خدت هنا الدهون من جوز الهند اكيد، فجربوها هتحسوا ان انتوا فريش جدا الصبح، ومع الكافي بيبقى افطار بحسه صيفي اكتر.
وهوريكم البيتزا دلوقتي. النهارده هعمل البيتزا بالقرنبيط، يعني هتبقى بدل عجينة الدقيق هتبقى الطبقة اللي تحت المقرمشة العجينة هتبقى معمولة من القرنبيط، وانا استخدمت المفردن وحطيته في المايكروويف. هكتب لكم كل الكمية تحت في صندوق الوصف والطريقة بالضبط والمقادير في الميكروويف لمدة دقيقة ونص دقيقتين، وهخلطه في هنا الكيتشن ماشين ده بعد ما حطيته في الميكروويف. وهكتب لكم لو طازة تعملوه بالضبط ازاي، فتأكدوا انتوا تقروا صندوق الوصف لو انتوا هتعملوه في القرنبيط الطازة. وهفرمه لغاية ما يبقى ناعم جدا جدا، طبعا ممكن ياخد مرحلتين تلاتة لأكد ان كله اتخلط وبقى ناعم مفهوش اي حبة مكلكعة. انا هنا هصفيه في الفوطة، ممكن تستبدلوا فوطة بشاش بس يكون رفيع ما بينزلش منه حبيبات، ولازم نصفيه كويس جدا عشان اكد من كل المية اللي هي نزلت واتعصرت منه. انا هنا استخدمت اورجانو او ممكن تستخدموا زعتر مجفف وشطه وفلفل اسود وتوم بودره وملح، ممكن تستخدموا بابريكا، ممكن تستخدموا اي بهارات انتوا بتفضلوها، لكن خلطه البهارات دي حلوه قوي بتدي طعم حلو. انا هنا استخدمت توم البودره، لكن لو ما عندكوش تستخدموا التوم الطازه ممكن تضربوه مع القرنبيط في الاول في الكبه. وهنا مصدر بروتين هيبقى كمان من البيض، فانا هستخدم هنا بيضة كمان عشان العجينة تمسك في بعض، لكن هيبقى مصدر بروتين، هيبقى مصدر دهون من صفار البيض، هيبقى مصدر متنوع في البيض ده، فانا مش هقطع حاجة، مش هقلل حاجة عشان اخس، لا هي فيها كل حاجة تقريبا، لكن التغيير ونشوف استجابة جسمنا، وتغيير لازم نجرب الاكل ونشوف احنا جسمنا ايه اللي بيتقبله او لا، وناكل خضروات بطريقة مختلفة. حطيت هنا عملتها بايدي، لازم بالايد تطبطبوها لغاية ما تعملوها شكل مدور، وحاولت في الاطراف كده اعملها بصباعي عشان اعمل ليها حرف. حطيتها في الفرن متوسط، هكتب لكم كل التفاصيل بتاعت الفرن تحت في صندوق الوصف علشان ترجعوا لها لو فرنكم مش مروحة زي فرني. وانا هنا حطيتها تقريبا 40 دقيقة لغاية ما بقت لونها بني، انا عاوزاها تبقى لونها بني نفس لون العجينة، وقلبتها يعني بعد ما طلعوها اقلبوها للجهة التانية عشان التانية بتبقى طرية فتشرب الصلصة وطعم الجبنة وما تنشق وتبقى تحت هي المقرمشة. فدي خطوة مهمة ومش مهمة في نفس الوقت لو نسيتوها، لكن هي بتفرق شوية ان الصلصة تتشرب في العجينة ويبقى طعمها حلو. حطيت هنا صلصة عادية بتاعت بيتزا، هعمل لكم هتأكد ان اعمل لكم بعد كده ازاي تعملوا صلصة بيتزا، لكن محبتش اطول عليكم وفي الفيديو، لكن اي صلصة بتعملوها العادية مفيش اي مشكلة، حطوا منها كده معلقتين تلاتة. وحطيت شوية جبنة، انا ما كترتش جبنة قوي، لكن لو بتحبوا الجبنة اكتر كتروا عشان مش عايزة منها الدهون كتير. وحطيت هنا من اللانشون انا جبته ديكو رومي، لكن ممكن تحطوا اي حاجة بتحبوها، ديك رومي ده مفهوش تقريبا فات، يعني انا قريت القيم الغذائية فالقيمة الغذائية بتاعته قليلة جدا. ورشيت عليها شوية شطة لما طلعت، والجبنة ساحت شوية. اهم خطوة ان انتوا تحطوها في الاول وبعد كده تحطوا الجبنة تاني علشان احنا مش عايزينها، هي بتاخد وقت طويل الجبنة تتحرق، فدي خطوات مهمة. حطيت هنا سبانخ، فانا اكلت كده اكني باكل خضروات مع سبانخ مع جبنة مع بروتين، وجبة كاملة مش محتاجة ان انا اعمل اي حاجة جنبها ولا سلطة، ممكن تحطوا جرجير، الجرجير بيبقى طعم روعة. يا رب تعجبكو، انا عن نفسي الريحة روعة روعة، عجبتني البيت عندي اكل منها ومحستش ابدا ان هي معمولة من حاجة مختلفة، بالعكس عجبتهم. وتأكدوا ان انتوا تعملوها وتجربوها، وده مش معناه ان احنا نعمل دايت ان انا هعمل بيتزا بس دي، لا ممكن تعملوا بيتزا تانية عادي، وهعملوكوا وصفات تانية لعجينة بيتزا اكتر صحية، لكن دي حلوة قوي هيلثي، بتخلينا لو احنا اكلنا عارفين احنا اكلنا في وجبة معينة نشويات كتير، لان نشويات في الوجبة اللي بعدها، وهو ده التوازن،
هو ده التوازن، ان انا اقلل من وجبة لوجبة واعرف انا جسمي محتاج ايه بالظبط. يا رب تعجبكم، يا رب فلوج النهارده يعجبكم، واذا عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وتعملوا سبسكرايب لقناتي علشان يوصلكم كل جديد وكل شيء صحي في قناتي. شكرا لكم ومع السلامه.